الثانية صباحا الساعة في أبو ظبي. أهلا ومرحبا بكم إلى علوم الدار مباشرة من مركز الأخبار عبر قناة أبو ظبي. أبرز العناوين: محمد بن راشد يعلن اختتام حملة المليار وجبة ويؤكد أن الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في عانة المحتاجين. محمد بن زايد يشهد محاضرة رمضانية بعنوان كيف تساعد التكنولوجيا المؤسسات على النمو. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اختتام مبادرة المليار وجبة بنجاح وتحقيقها لأهدافها في توفير مليار وجبة للمحتاجين، مؤكدا سموه أن الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في إعانة المحتاجين. جاء ذلك في تدوينة لسموه على تويتر قال فيها: نختتم بحمد الله حملة المليار وجبة بحصيلة قياسية بلغت 600 مليون وجبة للآن، تبرعت بها مؤسسات وشركات ورجال أعمال و320 ألف فرد، ونعلن عن دعم شخصي للحملة ب400 مليون وجبة لاستكمال المليار وجبة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام في هذا الشهر الفضيل. وتابع سموه: حملة المليار وجبة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات، وتعبر عن إحساس هذا الشعب بمعاناة غيره وسط تحديات غذائية يشهدها العالم. أشكر جميع من ساهم وتفاعل مع الحملة الإنسانية الأكبر في تاريخ الدولة لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم. حفظ الله الإمارات وحفظ الله شعب الإمارات. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المحاضرة الرمضانية الرابعة والأخيرة التي نظمها مجلس محمد بن زايد بعنوان كيف تساعد التكنولوجيا المؤسسات على النمو لمواكبة المستقبل. واستضافها جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي. قدم المحاضرة السيد سليم إسماعيل المدير التنفيذي المؤسس لجامعة التفرد والمؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة أوبينيسكو وعضو مجلس إدارة مؤسسة إكسبرايز الأمريكية غير الربحية. شهد المحاضرة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة الشؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين. وأبدى المحاضر إعجابه بما وصفه بالمرونة التي أظهرتها دولة الإمارات في تطبيق وتحديث أنظمة العمل الحكومي، مشيرا إلى أن التغييرات الكبيرة التي تعتمدها الإمارات في منظومة العمل الحكومية تعد أفضل ما يمكن فعله كاستعداد للمستقبل والفرص التي تحملها الحقبة القادمة من عمر البشرية. علوم الدار الثانية صباحا مباشرة من مركز الأخبار بعد الفاصل. الإحاطة الإعلامية لكوفيد 19 إعلان بروتوكول عيد الفطر المبارك. التطبيق الآن وكن باعثا للأمل.
عجزوا عن تحريك أحلامهم، فقدوا سندهم، مات من يعيلهم. عجزوا عن تطبيب جراحهم، أعجزتهم لقمة العيش وباتوا بلا طعام. طورنا تطبيق الهلال الأحمر الإماراتي حتى تصل مساعداتكم إليهم بسهولة. أعن مريضاً أنهكته الأسقام بفرص علاجية تعيد له عافيته. أعد البسمة إليهم وساهم في تحريك عالمهم، وكن نافذة الأمل. ساعد طفلاً يتيماً ليحقق أهدافه ويلامس أحلامه. كن عوناً لهم بمساعدتهم في إسكات جوعهم. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. مرحباً بمن انضم إلى علوم الدار الثانية صباحاً مباشرة من مركز الأخبار عبر قناة أبوظبي. في الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد-19 وآخر المستجدات، أكد الدكتور طاهر العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات بفضل حكمة قيادتها الرشيدة والجهود والإجراءات التي اتخذتها كافة قطاعات الدولة، تمكنت من السيطرة على اتساع وانتشار الجائحة من خلال العديد من الإجراءات والآليات. وأكد كذلك أنه تم رصد انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإصابات بفضل الله ثم الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات وفي مقدمتها القطاع الصحي. وقد أعلن كذلك عن البروتوكول المحدث والخاص بعيد الفطر المبارك والذي يشمل اشتراطات صلاة عيد الفطر في مصليات الدولة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك. يتم تهيئة الساحات الخارجية للمساجد بلواصق التباعد الجسدي مع إمكانية الاستفادة من الحدائق والمواقف العامة المجاورة للمساجد. كما ينص البروتوكول أن تفتح أبواب المصليات والجوامع لصلاة العيد بعد صلاة الفجر من يوم العيد، على أن يتم فتح المكبرات الخارجية لبث تكبيرات العيد قبل الصلاة بنصف ساعة، وتكون مدة الصلاة والخطبة 20 دقيقة فقط، مع أهمية أن يتم الإشراف على دخول وخروج المصلين من قبل دوريات الشرطة والمتطوعين والأئمة لمنع الازدحام وتنظيم الصلاة، إضافة إلى ضرورة التشديد على إلزام المصلين بارتداء الكمام طوال الوقت. قبل ختام الثانية تذكير بأبرز العناوين. محمد بن راشد يعلن اختتام حملة المليار وجبة، ويؤكد أن الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في إعانة المحتاجين. محمد بن زايد يشهد محاضرة رمضانية بعنوان كيف تساعد التكنولوجيا المؤسسات على النمو. شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة، ليلة سعيدة، إلى اللقاء.